الله اكبر تستاهل والله. طبعا انا لسه في رسالتي نبين حنا السماحه والتيسير وانه حياتنا جميله ونستمتع بما احل الله، وهذا من دين الله انك تستمتع بما احل الله لك. وش رايك اذكر زمان تفضل المشايخ اللي نار وحرام ما يجوز كل شيء مصعبين الدنيا كلها. شوف ان قالوا عن الحرام حرام فهو حرام، لا احنا نبغى الدين، قالوا عن الحلال حلال وحلال، لكن يمكن اسلوب الطرح ساعات ايه رغب وساعات يمكن لا التشديد في انه فعلا قد يكونون شيء مو بذاك الحرام يحرمون مثلا. انا اكون معك في هذا الباب احيانا يا ابو من ابو ناصر، يا ابو ناصر الله يسعدك وليهم الاخوان. احيانا صد الناس عن الحق اسلوب طرحه، اسلوب طرحك له هو اللي صد الناس عن الحق، هو الاسلوب هو الاهم. قصة يذكر أحد الدعاة لنا، خذ راحتك. قصة يذكر أحد الدعاة لنا يقول شايب كبير يقول متحم حريص مر للشباب تو مذل المغرب تو مذل، وتعرف الشباب حق الكرة آخر هدف يقول إيش الهدف الذهبي، شو يقولون الذهبي الهدف الذهبي، ويروح الليل وأذى العشاء وفي الهدف الذهبي إيه فقع صلوا ما تخافون الله أنتم مدري إيش الناس، وشد عليهم. فقام واحد قال له شيء واحد صليط قال له تقلع بس، طبعا شايب وهذا لكن سلوبه كان الفض ايش قال تقلع، قال والله انك حمار، قال انت الحمار تكرمون تكرمون السامعين حاشا، قال انت الحمار، قال هو رد على الشايب شو بعد تحمل يعني، قال انت الحمار انت ما تربيت، يقول مش الشايب يوم مش الله اراد خير للشايب ولهؤلاء، شاف نفسه الشايب انه فعلا حاسب نفسه بنفسه حاسب نفسه نفسه، وجد انه فعلا غير اسلوبه كان سيء واسلوبه كان إيه ما ادري، وشال الغتره ورجع بدون غتره ولا بدل الغتره رجع لهم او انه تلطم او سلام عليكم يا عيالي تكفون الصلاه الصلاه، قال ابشر يا عم جايين وراك حن بس الهدف، قال اي هدف ذهبي بتروح الصلاه وانت ورا هدفكم ذا، تعالوا بس تعالوا صلوا عيالي الا، وهذا اللي كان يسب قال جزاك الله خير يا عم والله انك اطيب واحد مر، يقول حمار والله انه الحمار، قال مش بس ولدي انا عارف الحمار انت بس هو اللي يتكلم احنا شيخ انا ما اقول محمر نفسه انا ما اقول لك وخذ وراح وضى وصلوا معه يعني هذا اللي نقصده، انا ما اقول لك ان حلال حلال ولا حرام حرام، احنا نتكلم في الاسلوب الحكمه ايه، الله يقول ادعو لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يا سلام، ويقول الله الحديث الرسول يقول في الحديث الرفق ما كان في شيء إلا زانه، يا سلام. إلا شانه، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، الله عز وجل أرسل خير من كان في زمانهما موسى وهارون إلى أكفر بشر إسرائيل اللي هو فرعون فرعوني إيه إلى أكفر بشر، قال أنا ربكم الأعلى له، الله بعلمه لما سوف يكون يعلم من فرعون بيموت على الكفر، ومع ذلك ماذا قال عز وجل فقولا له قولا لينا، طيب يا رب انت عارف انه بيموت كافر ليه؟ اعذارا وايضا تعليما، نعرف المنهج الدعوه باللين والرفق والحكمه يؤتي الله من يشاء والحكمه يثاب زي ما قال ولدي، لذلك الرفق واللين والكلمه الطيبه ما اجمل منها تكسب بها القلوب وترضي بها علام الغيوب. بعض 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 الناس متحمس وشوي وعنده اجتهادات، كل تذكيره بوعيد بالنار بالموت بال أشياء يعني حتى، لكن لو جاء مثلا بالأجر بالفوز مثلا بالجزاء بالتحفيز إيه تحفيز والكلام الطيب سامح أحيانا تكفي. أقولكم شيء والله أني مسكت معاكم خط نسيتوني أنا المحور الثاني تفضل، بس الحديث كان جميل جدا وأتمنى وصلت رسائل يعني وصلت إيه، أنا كنت بتكلم عن شيء وراح الوقت أسلوبك جميل يا شيخ أنت أجمل.